طيب يا شباب، كده انتهينا من عرض فكرة ازاي نحسب الconfidence interval او التست اوف هايبوثيسز في حالة اللارج سامبل للديفرنس بتوين تو مين او اللي هي ميو 1 ماينس ميو 2. طيب ازاي نعمل نفس الكلام ده ولكن مع حالة السمول سامبل؟ وزي ما احنا عارفين في حالة السمول سامبل بدل ما كنت بستخدم الزد هنستخدم الايه؟ التي. طيب في نقطة تانية مهم ناخد بالنا منها، ان في حالة السمول سامبل في مور كونديشن بيزيد عندي، في شرط زيادة. تمام؟ احنا كان في حالة اللي هي اللارج سامبل زي ما اتفقنا امتى بستخدم زد او اللارج سامبل؟ في حالة ان ان بتكون كبيرة، وطبعا انا عندي هنا تو سامبلز، فيبقى ان واحد اكبر من او يساوي 30 وان اتنين اكبر من او يساوي 30، لازم يكون الاتنين معا عشان اقول عليها لارج سامبل، او ان يكون التو سامبلز التو سامبلز دول ان ايه من او تم سحبهم راندوملي من ايه من تو نورمال ديستريبيوشنز، او ان تكون عندي سيجما واحد وسيجما اتنين ما لا تكون نون، معلومة بالنسبة لي. تمام؟ طيب في حالة بقى ان انا عندي يكون التو سامبلز دول ديستريبيوتد فروم ابروكسيميتلي نورمال بوبوليشنز، بيشترط كمان عشان اقدر اعمل الاختبار بيقول لي ان الفاريانس للتو بوبوليشن بيشترط ان هما ايكوال، يعني ان سيجما سكوير 1 ايكوال سيجما سكوير 2 او ابروكسيميتلي ايكوال يعني. تمام؟ ده شرط تاني بينضاف عندي في حالة ان انا بجيب او عندي يكون التو سامبلز دول مالهم يكونوا سمول سامبلز، فبيزيد عندنا الشرط ده. طيب تعالوا نشوف معانا صيغة الفورمولاز او القوانين هتكون ازاي في حالة السمول اندبندنت سامبل. كل كلامنا لسه بنتكلم عن السامبلز بتاعتي اندبندنت. تمام؟ طيب زي ما احنا شايفين لما اجي اقارن الفورمولا اللي قدامي دي بالفورمولا بتاعت اللارج سامبل هلاقي نفس الشيء، دي اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 بلس اور ماينس، بدل ما كانت زد الفا على 2 بقت تي الفا على 2. اجي بقى الجزء هنا اللي تحت الجذر المفروض اللي هو بيقابل ايه؟ بيقابل سيجما اكس بار 1 ماينس اكس بار 2. طيب في الحاله دي طبعا سيجما النون، فهنا بيقول لي في ايه؟ في السكوير روت لاس سكوير بي مضروبه في 1 اوفر ان 1 بلس 1 اوفر ان 2. طب ايه هي الاس سكوير بي ديت؟ الاس سكوير بي زي ما كنت بقول مثلا سيجما سكوير سيجما اكس بار 1 ماينس اكس بار 2، هنا بدلها اللي هي الايه؟ الاس سكوير بي هنا. طب بنحسب الاس سكوير بي ازاي؟ جايب لك الصيغه بيحسبها برضو بدلاله الان والاس. تمام؟ فالاس سكويرد بي هي عباره عن ايه؟ حاصل ضرب ان ماينس 1 في الاس سكويرد 1 زائد ان ماينس 2 في الاس سكويرد 2 على الان 1 بلس ان 2 ماينس 2. دي الصيغه اللي بحسب بيها الاس سكويرد بي. ده مش بس كده، ده بيقول لي كمان لو عندك الان 1 بتساوي الان 2 في الحاله دي الصيغه دهيت، الصيغه ده اللي بحسب بيها الاس سكويرد بي دهيت، الصيغه دي هتختصر هتبقى بالشكل ده. أو بيقول لي نوت لو اس سكوير بي بتساوي اس سكوير 1 بلس اس سكوير 2 على 2، ده في حاله ان ان 1 بتساوي ان 2، يعني كانهما بيساوي متوسط القيمتين او متوسط تباين العينه الاولى والعينه الثانيه، ده في حاله ان ان 1 بتساوي ان 2. ماشي يا جماعه؟ طيب جميل، يبقى كده عرفت ازاي هنقدر نحسب الكونفيدنس انترفال في حاله السمول اندبندنت sample confidence interval for mu1 minus mu2. طيب نيجي للتست اوف هايبوثيسز. طيب في التست اوف هايبوثيسز التست ستاتستيك بتاعتي اللي هي التي كالكوليت، التي كالكوليت برضه نفس الشيء، هتساوي اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 مطروحه من دي 1، دي 1 اللي هي الايه؟ اللي هي القيمه اللي احنا بنفترضها في الاتش نوت او في فرض العدد. تمام؟ على نفس الحكايه برضو على السكوير روت لايه؟ لاس سكويرد بي في 1 اوفر ان 1 بلس 1 اوفر ان 2،
ونفس الشيء ال S B بتساوي القيمة دي، ولو N1 بتساوي ال N2 هلاقي إن ال S squared B هتساوي S1 S squared 1 زائد S squared 2 على 2. تمام؟ طب كده حسبنا أو عرفنا بنحسب إزاي التست ستاتستيك. طيب نصيغ بقى ال H not وال H alternate برضو في حالة ال 1 tail وفي حالة ال 2 tail زي ما احنا شايفين، وبعدين ناخد القرار باستخدام يا الريجكشن ريجن يا اما البي فاليو بنفس الطريقة ونفس المفاهيم اللي احنا اتكلمنا عليها في السابق. برضو زي ما احنا تعودنا بنقول هنا ايه الكونديشن الريكوايرد علشان valid small sample inference about mu 1 minus mu 2. فهنلاقي ان هما بدل شرطين بقوا ثلاثة. الشرط الأول بيقول لي the two samples are randomly selected in an independent manner from the two target populations. نفس الشرط اللي هو كان موجود في large sample. طيب الشرط الثاني بيقول لي both sampled population have distribution that are approximately normal. تمام كده؟ طيب الشرط بقى اللي زاد زيادة هنا بيقول لي the population variance are equal. The population variances are equal. يعني sigma squared 1 بتساوي sigma squared 2 أو بقول إيه approximately equal. واضح يا جماعة؟ جميل. تعالوا ناخد مثال على الكلام ده ونفهم من خلاله الشرح اللي احنا شرحناه. بيقول لي هنا suppose you wish to compare a new method of teaching reading to slow learners with the current standard method. يعني في طريقة جديدة، تمام، عايزين للتعليم عايزين نقارنها بالطريقة الحالية أو الستاندرد. You decide to base your comparison on the result for a reading test given at the end of a learning period of 6 months of a random sample of 22 slow learners, 10 are taught by the new method and 12 are taught by the standard method. All 22 children are taught by qualified instructors under similar conditions for the designated 6 months period. الجزئية دي ان هو بيقول لك ان هو تم تعليمهم بكواليفايد انستراكتور اندر سيميلر كونديشن، هو يقصد ان مفيش اي شيء مختلف في طريقة التعليم غير الطريقة المستخدمة الستاندرد والنيو، ده الفرق الوحيد. الحاجات التانية ثابتة، يعني لو في اي اختلاف يبقى راجع لاختلاف الطريقة. واخدين بالنا؟ ده اللي هو يقصده. طيب the results of the reading test at the end of this period are given in table 9.2. طيب ايه المطلوب؟ طالب مني ثلاث حاجات. A. Use the data in the table to estimate the true mean difference between the test scores for the new method and the standard method. Use a 95% confidence interval. يبقى عايزني الأول أستخدم البيانات اللي هو جابها لي دهيت في إن أنا أعمل استيميت للترو مين ديفرنس، أقدر الفرق ما بين المتوسطين الحقيقيين لطريقة للسكور اللي حصل عليه الطلبة من التعلم بالطريقة الجديدة والتعلم بالطريقة الستاندرد أو التقليدية عند ألفا 5%. بعد كده بيقول لي interpret the interval you found in part A، وفسر لي فترة الثقل اللي انت حصلت عليها في المطلوب A. تالت مطلوب بيقول لي what assumptions must be made in order that the estimate be valid. وبعد كده بيسأل كمان بيقول لي Are they reasonably satisfied؟ وهل هم محققين في الحالة اللي قدامنا دي؟ طيب تعالوا نمشي مع التمرين واحدة واحدة. أول شيء هنا هو عايزني أقدر له أو أعمل استيميت للإيه؟ للconfidence interval
for mu1 minus mu2. هنا لازم وانا بحل لازم الاول اعرف define ايه هي mu1 وايه هي mu2. فانا اقول له مثلا ان mu1 ديت الايه المين سكور of a new method والام والميو 2 ديت المين سكور of the standard A method. تمام؟ طيب ويبقى عندي في الحالة ده هي ال N1 اللي هي بتاع new method هتبقى بعشرة وال N2 بتاع standard method بكام؟ باتناشر، مش كده؟ طيب الداتا موجودة عندي زي ما هي شايفينها، هي دي new method هاي ودي standard method. طيب يبقى أنا محتاج عشان أحل هنجيب الأول ال X bar 1 وال S square 1 وال X bar 2 والاس سكوير 2، وبعدين نحسب ايه يا جماعه؟ وبعدين احسب الاس سكوير بي، كده هنقدر نحسب الكونفيدنس انترفال. حسبنا الكونفيدنس انترفال زي ما احنا شايفين كده، لان اللور ليميت ماينس 1.4 والابر ليميت 9.53، دي الكونفيدنس انترفال اللي احنا حسبناه. دي البيانات اهي فوق نشوف، دي كانت ان النيو ميثود ب 10، الستاندرد ب 12، الاكس بار 1 76.4، الاكس بار 2 72.3، الستاندرد ديفيجن اللي هو الاس 1 5.8 وهنا الاس 2 6.3. تمام كده؟ ده الجزء ده بتاع الهايبوثيسيس تيست ما علينا منه دلوقتي، احنا بنتكلم على 95% كونفيدنس ايه انترفال، دي اللي احنا حصلنا عليه. جميل. طيب ده كده انا خلصت المطلوب A. المفروض المطلوب B ان انا افسر النتيجة دي. طيب في تفسير للنتيجة دي خد بالك في حاجتين ناخد بالنا منه. اول حاجة ان انا هفسر له معنى ان ميو 1 ماينس ميو 2 موجودة في البور في الليميت ده. تمام. الحاجة التانية اللي لازم ناخد بالنا منها اللي هي ان الليميت او الانترفال دي انها بتحتوي على القيمة زيرو، القيمة زيرو احد القيم. تمام. وجود ان القيمة زيرو احد القيم ده على طول بيدينا مؤشر ان الفرق ما بين الميو واحد والميو اتنين نون سيجنيفيكنت. الفرق ماله؟ نون سيجنيفيكنت. يعني لو انا بعمل هايبوثيسيس تيست والH نوت بتاعي ان ميو 1 ماينس ميو 2 ايكوال 0، تمام، ده على طول وطبعا الH alternate ان ميو 1 ماينس ميو 2 نوت ايكوال تو 0 اختبار طرفين، يعني لان هي نفس الحاله دهيت. في الحاله دهيت هتلاقي ان ده ان يكون الزيرو ضمن الفتره بتاع الانترفال الكونفيدنس انترفال ده مؤشر انك هيكون القرار بتاعك هو اكسبت للH نوت، يو كانوت ريجكت H نوت. ليه؟ لان الفرق ما بين ميو 1 وميو 2 نون سيجنيفيكانت. ليه؟ لان الزيرو احد قيم الانترفال، وده هيبان لك لو انت عملت التست بنفسك. طب تعال نشوف بقى الجزئين اللي احنا قلناهم دول لما نيجي نجاوب على البي. طبعا هو هنا الاول اهو ده الحسبه بتاعته، حسب وعوضنا في القانون يا جماعه وجبنا الاس بي طبعا حسبناها الاول، طلع قيمتها وعوض وطلع الانترفال بتاعنا اللي هي ماينس 1.4 و 9.54. تمام. بعد ما حسبنا الانترفال الخطوه اللي بعديها اللي هو الانتربريت او اللي هو التفسير، تعالوا نشوف هو بيفسر الصيغه اللي هو بيقولها. ممكن افسر بالصيغه الاولانيه دي، اقول ايه؟ with a confidence coefficient equal to 0.95 we estimate that the difference in mean test scores between using the new method of teaching and using the standard method falls into the interval from minus 1.4 to 9.54. ده تفسير. التفسير الثاني ممكن اقولها بالشكل ده، اقول we estimate with 95% confidence the mean test score for the new method to be anywhere from 1.4 points less than to 9.54 points more than the mean test score for the standard method. تمام. يبقى انا بفسر بالشكل ده،
او بالشكل ده. النقطة التانية حتة ان الانترفال انكلودنج زيرو، وجود ان او ان يكون الانترفال انكلودنج زيرو تمام، ده بيقول لي ايه؟ to demonstrate a difference in mean test score if it exists you could لا I'm sorry انا هنا انا عديت الجزئيه اللي انا عايز اشرحها لكم او اقولها لكم. هنا بقول هنا ايه؟ ايوه بقول although the sample mean seems to suggest that the new method is associated with a higher mean test score. Okay, طيب there is insufficient evidence to indicate that mu1 minus mu2 differs from zero because the interval includes zero as a possible value for mu1 minus mu2. يبقى هنا بيقول لي ان انا عندي there is insufficient evidence، عندي دلائل او الدلائل غير كافيه تمام، لان انا اشير ان في فرق ان او ان الفرق ما بين ان ميو 1 وميو 2 بيختلف عن الزيرو. لا مفيش عندي ايفيدنس تخليني اقدر اقول ان ميو 1 ماينس ميو 2 ده يختلف عن الزيرو. يعني لو انا بتكلم على اختبارات الفروض فمعناه ان انا اكسبت الايه للاتش نوت زي ما قلت لحضراتكم. طيب ثالث مطلوب عندنا كان ان احنا نقول له الاسامبشنز الماست بي ساتسفايد و اشيك ان كانت هي فعلا ساتسفايد ولا لا. فاجي بالاسامبشنز اللي عندي اللي هم الثلاثه كونديشن اللي احنا قلنا عليهم اللي هو the samples are randomly and independently selected from the population of slow learners taught by the new method and standard method. انها ديت randomly and independently selected from population تمام. الكونديشن ده او الشرط ده هو متحقق ولا لا؟ والله من المعلومات اللي هو قايلها لي في الاكسرسايز او في الاكزامبل نفسه واضح ان الشرط ده بالفعل متحقق. حتى هو هنا في الشرح بتاعه بيقول لي اهو on the basis of the information provided about the sampling procedures in the description of the problem the first assumption is satisfied. جميل. طب نيجي للأسامشنز تاني اللي هو بيقول لي the test scores are normally distributed for post-teaching methods. طب حتة ان يكون السكور او السامبلز randomly selected من population are approximately normal دي بنعرفها ازاي؟ هو انا مش هطلبك انك تعرف الرسمة دي، لكن انا هطلبك انك تقدر تفسر الرسمة دي لو هي موجودة عندك. يبقى الرسمة دي اللي بتجي لي اللي هي بتاعت probability plot of score، الرسمة دي عشان اعرف منها هل البوبوليشن اللي انا مختار منه العينات approximately normal ولا لا. بنحدد الكلام ده ازاي؟ اللي هي النقاط اللي هي البلوتينج اللي هي بالريد كالر اللي قدامنا دهيت، كل ما قربت من الستريت لاين اللي موجود كل ما قربت منه ده بيديني معنى ان الديستريبيوشن ماونت شيب، واخد بالك ماونت يكون ايه ماونت شيب، وفي نفس الوقت برضو ان هو يكون ايه نورمال. فبيقول لي هنا اهو ذا ديستريبيوشن ذا نير ستريت لاين ترندز on both plot indicate that the distribution of the scores are approximately mound-shaped and symmetric. يبقى أنا اقتراب النقاط من الخط المستقيم ده تمام، ده كل ما اقتربت منه ده يعني ان شكل التوزيع هو mound-shaped وايه وسيمتريك يا جماعة. وطبعا احنا شايفين ان كل النقاط موجودة داخل الخطين اللي برة وقريبين من الستريت لاين، مفيش حاجة برة هنا تمام. فده بالفعل ده بالنسبة لي مؤشر ان البوبوليشن بتاع العينة النيو ليرنينج والستاندرد الاثنين النيو ميثود والستاندرد ميثود الاثنين مالهم يا جماعة؟ الاثنين ديستريبيوتد فروم بوبوليشن are approximately a normal. طيب الشرط الثالث ان هو the variance of the test score is the same
for the two population. يعني افتراض اللي هو تساوي التباينات ان سيجما تربيع 1 بيساوي سيجما تربيع 2 او زي ما بقول approximately ايه normal. دي بنعرفها منين؟ هنعرفها دي من رسمة البوكس بلوت. لو نفتكر الرسمة دي درسناها في العام الماضي في سنة تانية لرسمة البوكس بلوت. تمام؟ طيب اللي يهمني هنا بالنسبة للبوكس بلوت ان انا اشوف الايه الفاريشن، تمام، مقداره هل متساوي ولا لا. وهنا التساوي مش اكزاكت بقى، يعني بقول برضو ايه approximately. طبعا واضح ان هو ايه الفاريشن هنا او التباين مش اكزاكت، لكن approximately equal. هنا برضو approximately ايه equal، الفرق مش كبير. تمام، الفرق مش كبير، فانا ممكن من خلال الرسم اقول والله ان هو approximately ايه يا جماعة approximately equal. تمام، اقول نفس الشيء اهوت، the sample appears to come from population with approximately the same variance. واضح كده؟ يبقى كده المثال ده غطالي ازاي بحسب الconfidence interval، ازاي بعمل interpret للresults، وإيه هي الشروط اللي يجب توفرها أو الفروض، وإزاي أتأكد من الشروط دي. واتفقت إن أنا مش هطالبكم هنا بالرسومات دي، لكن هطالبك بإنك أنت تفسر الرسمة دي لو جات لك. طيب كده عرضنا عليكم إزاي يا جماعة في حالة السمول سامبل إزاي إن إحنا نعمل الكونفيدنس انترفال للفرق للديفرنس بين التو مين وفي حالة السمول سامبل. طيب انا قلت لكم في حالة السمول سامبل احد الكونديشن ان يكون التباينات متساوية. طيب ايه السؤال بقى، ايه هو الوضع لو لقيت ان التو بوبوليشن سيجما بتاعتهم مش متساوية؟ يعني لو لقيت ان سيجما سكوير 1 not equal to سيجما سكوير 2، وده في حالة السمول سامبل اللي هي بيشترط ده شرط. قال لك والله في الحالة دي احنا بنعمل ابروكسيميت تقريب، في عملية تقريب هنا للريزلت بقى لو في حالة عدم التساوي. فلما اجي اشوف كده، تعالوا نشوف في حالة اهو الابروكسيميت سمول سامبل بروسيجر وين سيجما سكوير 1 نوت ايكوال تو سيجما سكوير 2. في حالة عدم تساوي التباينات دهيت، التقريب ده هفرق ما بين حالتين، حالة ان ان واحد بتساوي ان اتنين، وحالة ان ان واحد لا تساوي ان اتنين. في حالة ان ان متساويان، عينتين متساويتين، هل ان الكونفيدنس انترفال بتتحسب بالشكل اللي قدامنا ده، والتست ستاتيستيك في حالة اختبارات الفروض بتتحسب بالشكل اللي هو موجود قدامنا. ولما باجي بكشف في الجدول بكشف عن تي بدرجات حرية في اللي هي تبقى ان واحد زائد ان اتنين ماينس اتنين اللي هي ان متساوية طبعا، فتبقى اتنين في ان ناقص واحد، دي degree of a freedom. طيب في حالة ال unequal sample size، في حالة ال ان واحد لا تساوي ال ان اتنين، هيبقى ال confidence interval بتتحسب بالصيغة اللي قدامنا دي، وال test statistic في حالة ال hypothesis test بتتحسب بالصيغة دي يا جماعة. و ال V عشان احسب درجات الحرية للتي وانا بكشف بتتحسب بالصيغة اللي هي موجودة قدامنا دي، هي مش معقدة ولا حاجة، لو انت شفتوها هتلاقيها سهلة جدا انك انت ميمورايز. لو بقولك S سكوير 1 على ال N1 زائد S سكوير 2 على ال N2، الكلام ده تربيع، وفي المقام ايه برضو هي S سكوير 1 على N1 الكل تربيع مقسوم على ال N-1 زائد S سكوير 2 على ال N2 الكل تربيع مقسوم على ال N-2، ده درجات الحرية. طبعا درجات الحرية ما هتطلع ده هي يعني غالب الظن ان هيطلع فيها كسور، مش هتبقى انتجر. تمام، ففي الحالة دي المفروض احنا round V down to the nearest integer to use the T table. يبقى احنا بنعمل بنقرب ال V علشان اقدر اروح اكشف عن قيمة T بدرجات الحرية، لان درجات الحرية ما فيش فيها كسور زي ما حضراتكم عارفين. واضح كده يا جماعة؟ أرجو أن يكون الفكرة واضحة إزاي أن أنا أو إيه هي الأبروكسيمات اللي أنا بعمله لو لقيت أن شرط تساوي التباينات غير محقق. طيب أجي بعد كده بقى لو بقول لك طيب لو الشروط كمان مش محققة، لو الأبروكسيمات لنورمال مش محققة، في الحالة دي كمان بقى هنعمل إيه؟ قال لك في الحالة دي use Wilcoxon rank sum test for independent sample to test for a shift
in population distribution. ويلكوكسون رانك سام تيست ده احد اختبارات النان باراميتريك اللي هنشوفها مع حضراتكم ان شاء الله في الشابتر 14. شكرا لحضراتكم واشوف حضراتكم على خير ان شاء الله المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.